تتابعون برنامج كورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30، والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. لجنة تقصي الحقائق في الاتحاد اجتمعت مع الأمير نواف وبيان رسمي قريبا. في ثاني صفقاته لهذا الأسبوع، الهلال يضم الكوري كواكي، وقرار انضباطي يغرم نادي الأهلي 100,000 ريال بسبب جماهيره. المنشطات تحذر الجميع بالكشف عن محظورات 2014، وإدارة العروبة تكشف عملية تزوير بتذاكر لقاء الهلال وترفع قضية. العدل الرياضي مطلب عالمي لحماية الكيانات الرياضية من العجز المالي، والشباب والشعلة يتواجهان دوريا عبر الجولة 15. الفيصلي يستضيف تعاون جميل باحثا عن تصحيح المسار، والنهضة يلاقي الفتح في مباراة شرقاوية خالصة. هذه عناوين الحلقة، نشوف أخبار شوز. حياكم الله. وصل المنتخب السعودي لكرة القدم تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمباراته الأولى أمام منتخب فلسطين يوم السبت المقبل ضمن بطولة غرب آسيا الثانية المقامة في الدوحة، بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب نادي الغراف الرديف. واكتفى المدير الفني للمنتخب السعودي الوطني خالد القروني بحصة تدريبية، حيث استهلها بمحاضرة فنية بين فيها بعض نقاط القوة والضعف لدى المنتخبين القطري والفلسطيني اللذان خاضا المباراة الافتتاحية في البطولة، وانتهت بفوز قطر بهدف. أقرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم تغريم نادي الأهلي بمبلغ مالي قدره 100,000 ريال بسبب سوء سلوك جماهيره في مباراة فريقه مع الفيصلي في الجولة 14 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. واستندت اللجنة على تقريري الحكم ومراقب المباراة، حيث جاء فيهما قيام جماهير الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعبه بجدة أمام الفيصلي، وعند الدقيقة 25 بهتافات مسيئة ضد حكم المباراة مما يستوجب العقوبة وفقا للائحة الانضباط. أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات كتيبا باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن قائمة بالمواد والوسائل المحظورة رياضيا للعام 2014 المعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ودا، التي سيبدأ العمل بها على مدار العام اعتبارا من بداية السنة الميلادية 2014. ويشتمل الكتيب على كافة المعلومات الواردة بالقائمة المعتمدة من الوكالة الدولية، وذلك حرصا من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في الحفاظ على سلامة الرياض السعودي وظهوره بالمظهر المشرف، وتمشيا مع التوجهات الوطنية والدولية التي تحارب هذه الآفة الخطيرة. تقدمت إدارة نادي العروبة بشكوى رسمية لشرطة منطقة الجوف بعد رصدها لتذاكر مزورة لمباراة فريقها مع الهلال الجمعة الماضية على ملعبه بالجوف ضمن دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين. وقال رئيس اللجنة التأسيسية لمجلس شباب الجوف المتعهد الوحيد لبيع تذاكر مباريات العروبة أن المسؤولين عن التذاكر رصدوا 16 تذكرة، كل 4 منها تحمل نفس الرقم تسلسلا، وتم الاجتماع مع إدارة النادي ومناقشة ذلك بعد أن رصد شهود عيان وكالتين للدعاية والإعلان متورطة في ذلك، وتم تحرير محضر به. في التقرير الذي عرضه الاتحاد الأوروبي في فترة سابقة أكد أن نصف الأندية البالغ عددها 655 قد تحملت خسائر مادية في السنة السابقة، 20% منها في وضع مالي خطير. وفي الأشهر الأولى من عام 2012 أكدت البيانات الواردة أن ديون الأندية حوالي 1,600,000,000 وينمو بنسبة 36%، في حين أن 75% من الأندية غير قادرة على تحقيق التوازن في الميزانية. ولازال الاتحاد الأوروبي يبحث عن تحقيق مبدأ اللعب النظيف داخل الملعب وخارجه، وتحقيق العدل والمساواة في عالم هو الغاية من تطبيق هذا النظام الصارم. فإجبار الأندية على الوصول على ما يطلق عليه في علم الاقتصاد بنقطة التعادل، وهي النقطة التي تتساوى فيها الأرباح والخسائر ليصب في صالح كرة القدم،
مما يجبر الأندية على تقييد الإنفاق المبالغ فيه والاهتمام بقطاع الناشئين، وستجبر الأندية على الاهتمام بالجانب التسويقي وإيجاد موارد دخل جديدة لكي تتمكن من الصرف كما تريد. أيضا من أهداف هذا النظام التحكم في مستوى التضخم في عالم الكرة، فمثلا ريال مدريد اشترى بيل بمبلغ 100 مليون، ومنع إفلاس الأندية مثل ما حدث للاتسيو وفيورنتينا وليدز يونايتد في أوقات سابقة. كانت هذه أخبار شوت، عودة مجددا للزميل تركي العجمة. شكرا تركي، شكرا للزملاء. اسمحوا لي في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الأستاذ مساعد العصيمي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي والصحفي سابقا. هلا والله أبو أحمد. هلا بك، الله يحييك ورحب فيك ورحب بالمشاهدين الكرام ورحب بأستاذنا أستاذ الجميع أبو لامع أستاذ عادل عصام الدين. أبو لامع مساء الخير، هلا وسهلا فيك. يا هلا مساء الخير، أهلا وسهلا بك وبأستاذنا الكبير مساعد العصيمي. الظاهر عندكم برد، أنا شايف كلكم لابسين أسود ما شاء الله. إحنا جليد مو برد، بكرة بنحط سمر هنا على الطاولة. أبو أحمد خلينا قبل ما أتكلم في مواضيعنا، تركت الصحافة بعد كم؟ بعد 10 سنين من العمل الصحفي. 6 سنوات، بعد 6 سنوات. بعد 30 ما يقارب 30 عام ولا 25 عام؟ يعني أكثر شوي من 25 بس ما أقرب. مقارب لل 30 سنة، تركت صحيفة الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية، كنت رأس فيها مدير التحرير أو رئيس تحرير الشؤون الرياضية. نعم. يعني السؤال العريض ليش تركها أبو أحمد؟ هل لو في عرض ثاني رايح مكان ثاني ولا خلاص أنت توقفت في العمل الصحفي؟ في أسباب، في ضغوط، رغبة شخصية؟ والله شوف، يعني عملية الضغوط، ضغوط العمل الصحفي موجودة من زمان يعني ليس اليوم، لكن أنت تعرف الوقت الحالي أصبح العمل الصحفي يختلف عن السابق. أصبحت الأمور يعني أنت ما تنافس الآخرين بقوة كما كنت، يعني الآن أصبحت الأمور غير. لكن بالنسبة للشرق الأوسط جريدة عريقة مستمرة قائمة قوية ولله الحمد، سواء كان مساعد العصيمي موجود أو غيره. أنت ليش تركت؟ أنا تركت ليش؟ إنه خلاص الآن فترة طويلة، خاصة إدارة التحرير، دائما إدارة التحرير عملية تكون هي اللي مسؤولة عن كل العمل، مسؤولة عن المحررين، مسؤولة عن رؤساء الأقسام، مسؤولين عن، تكون يعني تكون فيها جهد أكبر. أنا الآن لم أترك العمل الصحفي، قد يكون أنه من خلال، أنا متواصل حتى اليوم نزل لي مقال في جريدة العرب القطرية. لم أترك العمل الصحفي، لكن أنا الآن أبحث يعني أو بصدد إن شاء الله، يعني إن شاء الله سيعلن قريبا إن شاء الله، أنه عملي بيكون أقل كلفة من الناحية الميدانية ومن ناحية العملية. أنه يعني الواحد ينحل الاستشارات، يصير مستشار للصحيفة، مستشار لمؤسسة إعلامية كبرى، بيكون إن شاء الله هذا هو التوجه إن شاء الله. لكن أنه يعني معنى صح، ما عاد لك خلق على العمل اليومي والصحفي والضجيج صحيح والتواصلات، وانت لما تكون في إجازتك، حتى في إجازتك مع أهلك، يعني تكون انت في موقع انك انت ما تستطيع انك تغلق جهازك او تغلق اللابتوب، انه لانك انت تتابع عملك. لا الحقيقة انا خلاص يعني اخذت من الوقت وقت، ولكل اجل كتاب، والان ولله الحمد الموجودين في الشرق الأوسط والموجودين حتى في الصحافة ناس قادرين حتى يطورون إلى درجة أنهم حتى يتعاملون أفضل منا مع الأشياء الرقمية والأشياء الجديدة اللي تعمل. وهذا السبب. وقد يكون الواحد أنه خلاص أحيانا تكون أجواء العمل غير الأجواء السابقة اللي أنت تشاهدها، يعني من ناحية التفاعل ومن ناحية العمل، يعني تجد أنه المنافسة قائمة وكبيرة، لكن غير أنك تكون في أجواء عملك أنك أنت غير انك تنتج بشكل اكبر مثل ما كنت. يعني ابو لما يوصل الصحفي لمرحله خلينا نقول التشبع، الملل، يقول خلاص ما عاد ابي؟ والله شوف، اول شيء انا تفاجأت طبعا بالخبر، لانه انا كاتب في يومي في جريده الشرق الاوسط، والاستاذ مساعد هو يعتبر رئيسي، والاستاذ عبد الله قيام ايضا يمكن رئيس القسم الرياضي، كلهم من الصحفيين الكبار. مفاجأة بالنسبة لي. لكن أنا شوف، خليني قبل أرد على سؤالك، يعني أنا صراحة لو تسألني أنا يمكن في نفس الوضع، يعني أنا تقاعدت رسميا من العمل الحكومي الرسمي، والله العظيم أشعر أنه أنا الآن بدأت أو يمكن أبدأ، لأنه إحنا مظلومين، الإعلام الرياضي في السعودية هنا مظلوم، لأنه
يعني عامل السن يعني يقارنوه بأي وظيفة أخرى، وهذا غير صحيح، لأنه دائما مجالات الإبداع أو مجال الإبداع يختلف أستاذ تركي. يعني لا يجب أنك أنت تضع أو تربط السن بعامل الإبداع. الإبداع ما مش وظيفة، أنا ماني موظف في يعني بلدية أو خطوط أو كذا، لا يختلف. الآن أنت شوف كل الكتاب في العالم كلهم كبار في السن، يعني من 60 وفوق، يعني أشهر الكتاب في العالم. صحيح يمكن العمل الميداني يحتاج إلى شباب. أنا الآن اللي يحز في النفس كمان، شوف ولا واحد من الإعلاميين الرياضيين لا استفاد منهم اتحاد كرة القدم السعودي ولا الاتحادات الأخرى. يعني الحين زي واحد زي أبو أحمد، يعني شوف على طول توجه هو لعمل خاص، الله يوفقه، أنا أقول الله يوفقه، لكن يعني من الظلم أنه واحد في خبرة مساعد العصيمي أنه يبتعد عن أي مؤسسة رياضية من هذه الاتحادات اللي بيجيبوا فيها يعني ناس ما لهم أي علاقة بالرياضة يحطوهم ويخسروا مثلا قامات إعلامية ابتعدت. يعني عندك شو صالح الحمادي، عندك مساعد العصيمي، أسماء كثيرة، عندك علي حمدان. علي حمدان ترك النصر مثلا وجلس في بيته، ليش يا أخي؟ أسماء يعني يجب أنك أنت تستقطبها وتجيبها وتستفيد منها. أنا يمكن يعني فاتتني أسماء، لكن هذول اللي أذكرهم. الأستاذ عبدالله الضويحي هذا يا أخي أستاذ كبير، فقط الآن بيكتب في الرياضية، أنا ليش ما أستفيد منه في أي اتحاد؟ أنا أقول الله يوفق الأخ مساعد، لكن لا يجب أبدا أنه يبتعد عن المؤسسة الرياضية ولا الكتابة الرياضية. صدقني أنا أعتبره أنه هو بدأ من الآن، لأنه بالنسبة للكتابة مو كتاب واحد أبو 20 سنة ولا 25 سنة. أنت لما تكبر في السن معناته أنت كل الخبرة والنضج اللي تقدر تكتب فيها عن سنوات من الخبرة. طيب خليني أخذ معك الخبر الأول أبو لما. أمس كان معنا في كورة خبر عاجل ورد بأنه لجنة تقصي الحقائق في نادي الاتحاد المكلفة من رأس العمل رعاية الشباب أنهت أعمالها، قدمت تقرير للأمير نواف بن فيصل من 12 صفحة. التقرير يتحدث عن تجربة آخر 5 رؤساء في الاتحاد. واحد من الرؤساء الخمسة أخذ أموال أو سلفة باسم النادي أو بضمان النادي سيطالب بردها وهي عبارة عن ملايين. واحد من الرؤساء الخمسة تنازل عن مستحقات لنادي الاتحاد لدى جهات خارجية دون الرجوع لمجلس الإدارة أو لهيئة أعضاء الشرف ورئاسة العامة لرعاية الشباب. التقرير حيصدر عنه بيان في الأيام القادمة. إيش رأيك أبو لما؟ شوف أستاذ تركي، يمكن إحنا من العام الماضي في هذا البرنامج الجميل إحنا يعني كنت تسألني دائما، أنا كنت أضغط على يعني الآن شوف هذا التقرير يعني بالعكس يعني وكأنه هو يؤيد أنا ما قلته في مرات عديدة في هذا البرنامج، من أنه هناك يعني غياب الرقابة أدى إلى ما يحدث في الاتحاد الآن ودخول النفق المظلم، وأن الإدارات تحمل النادي نفسه أعباء ما يجب أنه يتحملها. يعني يجيك عضو شرف ويعقد صفقات يعني الحقيقة في النهاية تضر النادي، أو يحضر طبعا تعاقد مع لاعبين أو مع مدربين وفي النهاية ما يدفع، لكن النادي يكون هو الملزم. غير الملايين اللي أنت تحدثت عنها، وأنا كنت بقول أنه دائما الداعم هذا اللي هو له أفضال كثيرة على الاتحاد كان بيصرف فلوس، لكن الفلوس هذه ما تعرف كيف بتصرف في النادي. شوف أنا اللي يعني الحقيقة مطمن له أنه اللجنة هذه فيها واحد خبير زي الأستاذ منير رفة. منير رفة أكثر واحد يفهم في يعني مسألة أو ملف الاتحاد. أنا أعتقد أنه هو يعني حيكون أمين في هذا الموضوع، والأهم أنه بالفعل يعني ما يسكتوا على الملف هذا ولا يغمضوا عينهم، بالعكس يجب أن تتخذ خطوات وإجراءات حازمة في هذا الموضوع لإعادة الاتحاد. يعني حرام الاتحاد وغيره. شوف أنا خليني أربط إذا سمحت لي أستاذ تركي بالخبر الأخير اللي هو حق أوروبا. أنا كنت اللي هو بلاتيني و655 نادي يعني تعرضت لخسائر، احنا الان كاننا في اوروبا تماما. يعني بلاتيني ركز على التسويق والاهتمام بالصغار وانديتنا عزة. اليوم شوف اللي عجبني اليوم انه ايضا في اجتماع اتحاد كرة القدم السعودي كان في مقترحين، اللي هو المقترح الاول وافقوا عليه اللي هو توزيع الحصص حسب النظام الالماني 80% بالتساوي و20%
حسب الترتيب. لكن اللي أعجبني أكثر ووافقوا عليه ورفع أو يعني أو حول القرار هذا للجنة الاحتراف لدراسة القرار هذا لمدة شهرين وبعد ذلك رفع التوصيات أو اتخاذ أو تغيير اللائحة. الموضوع إيش هو؟ إنه وضع السقف الآن للاعبين يعني بحيث إنه تقريبا يعني زي ما في الإمارات ما يتعدى 100,000 إن صح التعبير. بمعنى آخر تخفيض استحقاقات اللاعبين الضخمة، يعني يجيك لاعب راتبه 400,000 500,000 هذا لا يمكن. الآن إن شاء الله أنا أقول لجنة الاحتراف توافق على هذا المقترح الجميل. أنا عجبني الدكتور عبد الرزاق أبو داود كان مصر أستاذ تركي على ما يتعلق بالنظام الألماني وافقوا عليه ولاحظ بالتصويت يعني صوتوا على القرار وهذا شيء جيد. أبو أحمد اللجنة تقص الحقائق في نادي الاتحاد ايش تتوقع؟ كيف متوقع شكل البيان اللي راح يصدر من الرئاسة العامة؟ اولا شوف ليس الاتحاد وحده، كل الأندية الآن السعودية، والسبب احنا كما ذكرنا يعني في مرات سابقة عبر هذا البرنامج وبرامج اخرى انه المسؤولية الأكبر تقع على المؤسسة الرياضية اللي جعلت من الأندية ميدان مفتوح للصرف ويعني وإعطاء مجال أكبر أنها تصرف أكثر من إيراداتها. هذا أوجد خلل كبير في عملية الأندية وحتى أوجد فجوة في الرياضة السعودية لدرجة أنها فجوة كبيرة بين الأندية الصغيرة وبين الأندية الكبيرة. الأندية الكبيرة الآن تتجاوز إيراداتها، يعني أنت لو حسبت إيراد نادي في سنة 50 مليون تجد أنه يصل إلى 150 مليون. من المسؤول عن هذا؟ يجب أن يكون المؤسسة الرياضية الدور الأكبر في أنها تقف أمام هذا الأمر وأنها تعطي هذا. كما ذكر بولاما أن هناك أندية يعني زي نادي بورتسموث وغيرها في بريطانيا وهذه صرفت أكثر من مستحقاتها أكثر من إيراداتها، الأمر اللي جعلها تفلس وتعلن إفلاسها وأنها خلاص وخضعت للبيع ووضع اليد عليها من قبل القانونيين هناك. المسألة مرتبطة أولا إذا كنا نبحث هذه المشكلة سواء في الاتحاد وغيره نبحث عن المؤسسة الرياضية. ماذا عملتي بضبط الأندية؟ عملية الضبط بالأندية تائهة جدا إلى درجة أنك تجد نادي الآن إحنا نسمع حتى بالفترة الشتوية يصرف فيها شوف فترة قصيرة جدا لكن يصرف فيها أكثر من إيرادات الأندية بشكل كبير ومبالغ فيه. هذه المسألة اللي أوجدت الآن ثورة في أوروبا وأعتقد عندكم تقرير بيتحدث عنها هنتكلم عنها بس نعم. أتكلم اليوم عن البيان هذا المنتظر من الرئاسة العامة على لجنة تقص الحقائق في نادي الاتحاد. يجب أن يكون صارم جدا البيان لأنه أنت في نادي الاتحاد ستضمن أن الأندية الأخرى لن تتجاوز هذا الأمر. تخيل كل الأندية السعودية لديها مديونيات، هذه الكارثة، هذه الأشياء اللي احنا نتحدث عنها دائما انه يجب ان يكون هناك في نادي الاتحاد ضبط وربط، انه حتى رئيس النادي ليس مخول، ليس مالك النادي رئيس النادي. احنا لسنا في اوروبا انه رئيس النادي يقول لك انا من دفعت قيمة الاسهم او من دفعت. رئيس النادي يجب ان يكون هناك حساب ورقابة مالية كاملة، اما انه يتنازل عن موارد النادي او مستحقات نادي الجهة معينة او انه يصرف اكثر من ما هو مطلوب، هذه انا اعتقد انها مشكلة اساسية في العمل الرياضي واخلت فيه. احنا على التدرج اللي بديناه من عام 93 بدأنا بشكل جيد لكن احنا اختل هذا الميزان مع بداية الالفين. هذا الاختلال اوجد الان عندنا فجوة كبيرة حتى كان من أسباب سقوط الرياضة السعودية أو الكرة السعودية. طيب موضوع العدالة اللي كان معنا في الخبر الأخير اللي تحدث عنه الشباب في أخبار شوت اللي هو في توزيع الحصص، المداخيل، عدم وجود أندية غناها يزيد وأندية فقرها يزيد، هذا الأمر ممكن يتحقق في على الأقل في المستقبل القريب المنظور بإذن الله إذا وضعت النظم واللوائح. الآن السيد بلاتيني وش عمل؟ عمل هناك من عام 2007 بدأها ب 2009 عمل لوائح مبدأ اسمه المساواة أو الاسم الإنجليزي اللي هو فاينانشال فير بلاي، يعني مسألة أنه ضبط الأمور المالية أو أنه اللعب المالي النظيف، أنك أنت أصبحت الأندية تلعب بنواحي مالية إلى درجة أنها أضرت حتى بكيانات أخرى، أضرت بمجموعة حتى بالمجتمع اللي تعيش فيه. هذا الأمر أفضى إلى أنهم يبحثون هذا الأمر. إلى تتخيل أنه هونس رئيس بايرن ميونخ تكلم عن برشلونة، قال برشلونة يحقق البطولات بأموال الغير، أموال الضرائب وغيرها تكلم عنها، لأنه برشلونة يستدين، ما عنده مشكلة يستدين أو يجيب من جمعيات أو من غيرها أموال ليست مخصصة له. الأمر اللي جعل أنه تضخم هذا النادي وأصبح فيه تضخم هناك في المال. طيب.
أصبحت الأمور سيئة إلى درجة أننا وصلنا يعني في أوروبا وصلوا إلى التفكير إلى أنه لن تصرف وسيبدأ التنفيذ النهائي له، بدأ من 2012 لكن الحسم والعقاب من 2015 أنه لن تصرف أبدا أكثر من إيراداتك إلا إذا كانت أشياء تخص الناشئين أو تخص طيب. بناء المجمعات الرياضية. طيب حنروح للفاصل، بس قبل ما نروح للفاصل خلنا نجاوب على كم سؤال وصلني بخصوص حسن معاذ والراقي وشاي شرحيلي. الراقي قلنا لكم إنه ما وقع أمس الحلقة، قلنا لكم لين وقت الحلقة ما وقع، وحتى هاللحظة ما في توقيع رسمي من الراقي على العرض النصراوي. بالنسبة لحسن معاذ، اللاعب إلى الآن هو لاعب شبابي 95% الموضوع منتهي، يمكن في 20 يوم الباقية ينفتح الموضوع مرة ثانية وتتجدد المفاوضات فيما يخص اللاعب حسن معاذ، ويكون في إقناع من الإدارة الهلالية الإدارة الشبابية بعرضها القادم إذا فتحوا الموضوع، لأنه غالبا يعني إلى الآن الموضوع أغلق بس ممكن يفتح، وإذا فتح حسب العرض الهلالي ممكن ينتقل حسن معاذ للهلال. نذكر أنه نسبة يعني فتح الموضوع مرة ثانية هي لا تتجاوز 5%. بالنسبة لشايع شراحيلي، المعلومات اللي عندنا أنه اليوم بدأ يلف في المضمار، نسبة مشاركته يعني عالية جدا متى ما رأى المدرب حاجة الفريق للاستفادة من خدمات. هذه المعلومات اللي عندنا أنه اليوم بدأ يجري حول الملعب، يعني مشاركته هي بيد المدرب والجهاز الطبي، يرى أنه فرصة مشاركة شرحيلي عالية جدا. فاصل قصير، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. دوري جميل المثير ينطلق من جديد بمواجهة الشباب بالشعلة بالطموحات المختلفة. لجنة تقصي الحقائق في الاتحاد اجتمعت مع الأمير نواف وبيان رسمي قريبا. في ثاني صفقاته لهذا الأسبوع، الهلال يضم الكوري كواكي، وقرار انضباطي يغرم نادي الأهلي 100,000 ريال بسبب جماهيره. المنشطات تحذر الجميع بالكشف عن محظورات 2014، وإدارة العروبة تكشف عملية تزوير في تذاكر لقاء الهلال وترفع قضية. العدل الرياضي مطلب عالمي لحماية الكيانات الرياضية من العجز المالي، والشباب والشعلة يتواجهان دوريا عبر الجولة 15. الفيصلي يستضيف تعاون جميل باحثا عن تصحيح المسار، والنهضة يلاقي الفتح في مباراة شرقاوية خالصة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بلا اليوم معنا مستمعين ضيوفنا الأعزاء الأستاذ مساعد العصيمي والأستاذ عادل عصام الدين. اليوم النادي الأهلي أكد على الخبر اللي قلناه بالأمس أنه تجديد الثقة في المدرب بيريرا، وذكروا أنه مصلحة الفريق تستدعي الإبقاء على المدرب بيريرا للفترة القادمة. في جزئية أخيرة كده في الخبر الأهلاوي، أن النادي الأهلي يأسف لما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المقالات لبعض الكتاب في الأعمدة أو للأعمدة الرياضية الذين جعلوا النادي الأهلي مادتهم المفضلة خلال الأيام الماضية، مستغلين في ذلك وضع الفريق لتحقيق أهدافهم في زرع المشاكل وبث الشائعات داخل النادي بهدف ضرب العلاقة بين النادي والجماهير التي تثق إدارة النادي في وعيهم وقراءتهم للمشهد الإعلامي من حولهم. أبو لما من أكثر المراهنين على قوة الأهلي هذا الموسم، إيش تعليقك؟ والله أنا حتى الآن خسران، والسبب بيريرا. يعني صراحة شوف، مدرب كبير لابد يستمر، لأنه واضح أنه هو شغله على المدى الطويل. بعدين لا تنسى بالنسبة للعقد، ترى يعني يا أخي لمتى تشيل وتدفع ملايين؟ لأنه ترى هو 3 سنوات، عشان أنت إن ألغيت عقده معناته حتدفع يعني مبلغ ملايين حتدفع. فالمفروض استمر.
حتى لو بعض اللاعبين ما يبغوا أو ما هم مرتاحين، لكن يجب أنك أنت تفرض هذا المدرب إلى أن يعني بالعكس يعني يكرس فكره داخل الملعب ويقدم لنا الجديد، لأنه أنا أشوف من الظلم. إيش رأيك في وجهة نظر الأهلاوية تحدثت بأنه بما أن الدوري انتهى بالنسبة للأهلي تقريبا، خلينا نقول بما أنه كأس ولي العهد خرج منه النادي، أنه ليس هناك يعني أي مصلحة في تغيير المدرب، بل على العكس إبقاؤه لتحضير الأهلي لنهاية موسم جيدة لبداية موسم ممتازة، وأن المدرب اكتشف الأخطاء عرف اللاعبين، والآن المفروض أنه يكمل مع الفريق، خصوصا أنه هذا المدرب له تجربة ممتازة سابقة قبل الأهلي. صحيح، أنا أؤيد يعني هذا التوجه 100%، المفروض يستمر. أنت عندك برضو الفترة الشتوية مقبلة، الأهلي حيضيف لاعبين يحتاجه، وما نسامع الآن بيفاوض مثلا نجم بايرن ميونخ في خط الوسط أو نجم ألماني كبير، وهذا شيء جيد. يعني الأهلي حيتغير، لأنه كانت مشكلة الأهلي في خط الهجوم. الآن أنت لابد أن تدعم أو تهتم بخط الهجوم حتى يتعدى الوسط فريق الأهلي، لأنه الأهلي ما عنده مشكلة يمكن كثيرة في خط الوسط أو الدفاع، لكن المشكلة أنه هو يفتقد لوجود مهاجم أصلا، 6 مهاجمين كانوا موجودين وفجأة راحوا. فيما يتعلق بالبيان، طبعا يعني أنا ما عندي الملاحظة الوحيدة أنه طبعا الأهلي يمكن معاه حق، لأنه كتب عن الأهلي كثير، ولكن اللي كتب عن الأهلي موزع عن الاتحاد. الاتحاد هذا الصحيح المادة الدسمة في كل برنامج يوميا وفي كل الصحف، الاتحاد رقم واحد يمكن الأهلي، وطبعا يعني في النهاية النتائج هي السبب. يعني لو كانت النتائج جيدة يمكن ما حد تطاول أو ما حد يمكن هاجم الأهلي أو انتقد الأهلي، بس الاتحاد هو الأسوأ بلا شك، أنه هو الأسوأ. طيب، ما عندنا معلومات أنه مدرب الفريق الأهلاوي طلب آخر 5 مباريات لأحد اللاعبين الأجانب المحترفين، الإدارة عرضت عليه لاعب طلب آخر 5 مباريات، يمكن يأخذ رأيه الليلة بكرة، يعني خلال هاليومين يقول لهم تعاقدوا معاه ولا لا تعاقدوا معاه، طلبوا بالأمس، فيبغى يشوف له 5 مباريات عشان يتأكد أنه الخيار المناسب للأهلاويين. أبو أحمد، البيان الأهلاوي. والله شوف، أنا خليني أقول لك على البيان الأهلاوي بصراحة. يعني أنا طبعا أحترم كل الزملاء في اللي أصدروا البيان أو حتى الإدارة الأهلاوي، لكن أنت تتحدث عن نادي الأهلي، نتائج متراجعة بشكل كبير، يخسر حتى في يعني أقل المباريات، حتى على أرضه يخسر، أنت مش تتوقع يعني لو لم أكن كبيرا لما تحدثوا عني. هذا الأساس، يفترض أنك تتعامل مع الأمر حتى من خلال النقد، وحتى من خلال هل تتوقع أنه في الفترة الحالية أنه الأهلي يحتاج إلى الثناء أو إلى الصمت؟ نعم، أو إلى الصمت، لا ما يحتاج الأهلي الآن إلى الى الى انه الحديث اللي المتكرر اللي يبين اخطاء هذا الفريق او يبين الاشياء اللي يحتاجها مستقبلا. بصراحه انا يعني استغرب احيانا حينما تكون الامور تتطلب الهدوء في وقت الامور بعيده عن الهدوء جدا. مساله الاهلي مساله الان متغيره، فريق كنا ليس بولاما وحده، يمكن الكثير كانوا يتوقع الاهلي انه يكون فرس الرهان في الموسم هذا، اعداد جيد، مدرب ممتاز، امور ممتازه، يعني حتى انه استقطب لاعبين على مستوى عالي، لكن فجأة دروب داون عن الأهلي، يتراجع بشكل كبير إلى أنه لا تستطيع من خلال هذا الأمر أنك تقول له لا، من خلال بعض المقالات وبعض الأعمدة ومن يتحدث عن الأهلي وكأنهم وجدوا، لا بد أنهم يجدون مادة في الأهلي، سواء اللي يحب ولا اللي ما يحب. الأهلي الآن كما الاتحاد مادة للإعلام بشكل كبير، حتى أنه الرئاسة العامة على الشباب تدخلت في الاتحاد الآن في أمور كثيرة بالنسبة للأهلي لا بد أن يتم التدخل فيها الآن، حتى نسمع حتى القرارات اللي تصدر عن دار الأهلاوي، أما استمرار المدرب، أنك تعلن استمرار المدرب يعني أن عندك مشكلة في النتائج، أنك أنت تجاوزت هذه النتائج السيئة وخليت المدرب يستمر، وهذه يعني لفتة طيبة أنك أنت تستمر على المدرب، لأنه أكثر من سيكتشف الأخطاء مستقبلا وسيصلحها هو المدرب، هو صاحب الأخطاء نفسه. نعم، لكنك انت يعني نقول العفو يعني الزميل عبد الله الشيخي والاخوان الاخرين، انه انت لا تطلب من الاخرين انهم يتوقفون، خليك انت مرن، خليك انت اكثر سماحه مع النقد ومع الاشياء اللي تصير. احيانا يكون النقد قاسي جدا، لكنك انت انتم وحنا ما نسمح انه مثلا انه النقد يتجاوز على الاشخاص او انه يتهم بالذمم، لكن بصفه عامه وسعوا بالكم، لانه الاهلي الان في مرحله او في مكان صعب جدا يعني. طيب، الدوري بلس اليوم ناس كثير قالوا لي نبغون يشوفون على 90-90، أو خلنا نقول ملخص مباراة
الشباب والاتحاد اللي كانت بداية الموسم اللي انتهت اتحادية بأربعة أهداف مقابل هدف. نذكركم بأنه تطبيق أو أبليكيشن دوري بلس هو تطبيق مجاني بإمكانكم الحصول عليه، وتشوفون كل شيء يخص الدوري قبل ووقت المباراة وبعد المباراة وحتى بعد المباراة. على أساس أعطيتنا هالكور دي، علشان كده معطينكم هالكور. كرة جميلة. خلينا نشوف إن شاء الله. إن شاء الله أني أنا شغلتها صح، اللي تعرفون أنا عليمي. الفيش آي أكيد بد. يلا أعطونا يا شباب. دوري بلس يقدم دوري عبد اللطيف جميل، إليكم ملخص المباراة. لعوبة عالية والمحاولة بالرأس لكن تعود وهدف أول الدقيقة الثالثة عشر، هدف أول ونايف هزازي. نايف هزازي يسجل في مرمى فريقه السابق الاتحاد. نايف هزازي في الدقيقة الثالثة عشر يأتي حتى بفرحة محترمة من نايف. هدف أول للشباب بعد ضغط شبابي وكرة متقنة من الركلة الركنية. ذهبت ورحلت عن الفريق الاتحاد. كرة ملعوبة وقتها هنا في اللقطة، والتقدم من فهد المولد ووجود خطأ وصافرة وركلة حرة مباشرة، وخليل جلال يأتي بالبطاقة الصفراء. يأتي بالبطاقة الصفراء. شوفوا القرار المهم بالمناسبة. شوفوا وقتها التمريرة كانت أمامية لفهد المولد، وقتها ترك الكرة على أساس أنه أو خلف وليد عبد الله لكنه لم يحسب المسافة. الفيش آي أكيد موجودة، أو عين السمكة موجودة أكيد في المرمى. يعني ثلاث ساعات ونص. هناك بطاقة صفراء على منصور شراحي. بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى كانت على وقتها هي. ثانية هنا على منصور شراحي. محاولة مرور ضغط من لاعبي الاتحاد، محاولة مختار فلاح تدخل منطقة الجزاء مختار، وهدف التعادل. هدف التعادل للاتحاد. كرة كانت بكثرة اتحادية وفي العمق الشبابي تماما. مختار فلاتة كما يسجل نايف هزازي في مرمى فريقه السابق الاتحاد. يسجل مختار فلاتة في مرمى فريقه السابق الشباب، وسجل في مرمى الشباب. لكن هنا يسجل مختار فلاتة هدف التعادل في الدقيقة التاسعة عشر. هنا بطاقة صفراء على أحمد الفريد. شد كان من أحمد الفريدي واضح، وبطاقة صفراء كما يصفه البعض إلى درجة البرود، ولكنها إحدى ميزات وليست عيوب أحمد الفريد. ملعوبة مختار فلاتة أمام المرمى، والثاني للاتحاد. الثاني للاتحاد في الدقيقة السادسة والعشرين. مختار فلاتة في العمق، في العمق الشبابي، يسجل ويتقدم ويتلقى التمريرات، وهدف ثاني للاتحاد. الاتحاد يقلب النتيجة، يقلب النتيجة مع العشرين دقيقة الأخيرة. إلى مكانيلي توريس، استلام وتعود الكرة مرتدة الهجمة لصالح الاتحاد. الكرة إلى سلمان صبياني لاعب مهاري. سلمان يحاول متز الهجمة الاتحاد. سلمان يتقدم يمر الكرة مختار. يقلبون الكرة، يقلبون النتيجة على الشباب بثلاثية، وبثلاثية هاتريك، بثلاثية مختار فلاتة. المرتدات والسرعة هي السلاح الأصفر والأسود وسلاح بنات سان خوسيه الأسباني الناجح مع بدايات الاتحاد في شوط في دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. ومخطط تخلص من فرناندو مينغاز، مقطوعة أمامية في العمق إلى مختار فلاتة، وهنا مختار. مختار فلاتة بالرابع، وهو أصبح مجنون الأهداف، وأصبح صاحب العقل، وأصبح مهما شد فيه وليد عبد الله هو يتقدم. والعمق، الكرة في الأمام كده اللي يدخل في العمق، هو أصبح مختار ويسجل رابع أهدافه في الدوري.
لمتابعة أحداث الدوري السعودي للمحترفين مباشرة وحصريا انضم إلينا على موقعنا dauriplus.com. دوري بلس يأتيكم من فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. الفيصلي يستضيف تعاون جميل باحثا عن تصحيح المسار، والنهضة يلاقي الفتح في مباراة شرقاوية خالصة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. الأستاذ مساعد العصيمي والأستاذ عادل عصام الدين هم ضيفا حلقة الليلة. نشوف بانوراما للجولة الماضية. عنف غير مقبول، والله من زين التنظيم. ركز يا حكم. شعللها. قسوة الوداع. طيب هذه بانوراما للجولة الأخيرة، نشوف تقرير يتحدث عن مباريات الغد. نبدأ بالشباب والشارع. جولة 15 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين تنطلق بلقاء الفريق الشبابي بضيفه الشعلاوي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. المستضيف يدخل اللقاء برغبة اللحاق بركب الفرق المنافسة على الصدارة، حيث يحتل حاليا المركز الثالث ب 23 نقطة من 14 لقاء، انتصر في 6 وخسر في 3 وتعادل في 5 مناسبات، كان آخرها مع الاتحاد في الجولة الماضية. بينما يدخل أبناء الخرج هذا اللقاء بعد انتفاضة مميزة للفريق في الجولات الأخيرة، إلا أنه تعثر في الجولة الماضية بتعادل أمام النهضة ليصل للنقطة 11 من انتصارين فقط و5 تعادلات و7 خسائر. يذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى شبابيا بهدف دون مقابل، فمن سيعود لنغمة الانتصارات على حساب الآخر؟ ليوث العاصمة أم شعلة الخرج؟ أبو أحمد الشباب والشعلة
والله شوف الملاحظ على الفريقين كلهم تطوروا خلال الجولات السابقة. يعني أنت ممكن تتحدث عن الشباب الآن بدأ يستعيد بعض نجومه، وإن كان مدافع الصلب هذا كواك انتقل للهلال، إلا أنه عودة أحمد عطيب بدأت الأمور يعني تأخذ مجراها الصحيح حتى مع المدافع حسن معاذ، بدأت الأمور تتحسن حتى في خط المقدمة باستعادة مهند عسيري بعض ألقه وحضوره الجيد. بالنسبة للشعلة أنا أعتقد أن الشعلة استعاد نفسه مع المدرب الجديد، بدأ يقدم مستويات عالية وإن كان تعثر أمام النهضة بالتعادل، لكن هذا لا يعني أنه فريق غير قادر على المنافسة. هو الآن وصل للنقطة 11 والمنافسين الآخرين يعني إلى 4 فرق 5 فرق تسبقه إلى 14 نقطة. المسألة بالنسبة له الآن مسألة تحدي وتجاوز الصعاب اللي تنتظره على أساس أنه يبقى بعيدا عن الهبوط. أبو لما شباب الشعلة، أنا عجبتني بس فقرة بانوراما والله حلوة دمها خفيف كذا. علق أبو لما سعود كريري، علق عليها إذا في شيء عاجبك يعني. على سعود كريري آخر شيء صراحة أنا أعتبره يعني شوف هذا أفضل نجم سعودي في الوقت الحاضر، لأنه هو الوحيد اللي يضمن مركزه في المنتخب ما شاء الله، ومكسب كبير للهلال. شوف الاتحاد زي ما خطف خميس العويران يوم الأيام كان محور دفاعي، أفضل محور دفاعي في فترته، الآن سعود كريري، سعود كريري رقم واحد الآن في السعودية. اللي ما عجبني والله أنت شفت المقطع، ما أدري يمكن تحدثت عنه، كل الدنيا تحدثت عن مقطع الجمجوم مع سعود كريري، أنا نسيت الكلام، ما ركزت على الكلام ولا إيش قالوا، ولا النعيمي اللي جلس يصرخ ويتكلم كذا بكلام يعني الحقيقة صدمني. جلسة سعود كريري هذه والله زعلتني، كابتن منتخب المملكة وكابتن الاتحاد وربما يصير كابتن الهلال، يجلس قدام ناس اثنين أكبر منه في وهو جالس فوق الطاولة أو في مكان مرتفع، صراحة أنا بالنسبة لي صدمة. كنت أحب سعود كريري وأعتبره أكثر لاعب منضبط، لكن هذه طريقة الجلسة ولا في القهاوي. فحقيقة يعني سعود كريري أنا أقول لك يجب أنك أنت يعني تركز، يعني باقي لك سنتين وإحنا نشوفك نجم كبير، إن شاء الله تنجح في الهلال وتقوده في البطولة الآسيوية ألين يجيب البطولة إن شاء الله. بالنسبة للمباريات بكرة أستاذ تركي والله كلها ما تفتح النفس، لكن أنا سمي يعني شوف هو أسبوع لعل وعسى، يعني الشباب آخر فرصة له للحاق، والتعاون نفس الشيء، يعني أنت عارف لعل الشباب يقول لك لعل وعسى يطيح النصر والهلال نطلع شوية، التعاون لأول مرة في المركز الرابع صار دحين يعني عارف عايش على برضو أمل لعل وعسى يمكن يطلع يمكن وصل الثالث الثاني كلهم لعل وعسى. الشيء أيضا يعني الآن بدأت رحلة مختلفة اللي هي في القاع، يجب أن يعني نلاحظ هذا، يعني في الأسابيع الماضية كانت مباريات القاع دي ما لها أهمية لأنه واضح جدا كان النهضة والشعلة، الآن لا، ارتفاع مستوى الشعلة عنده 11 نقطة، لو فاز حيصير مع الفرق الأخرى، باقي النهضة في المؤخرة، ففي إثارة في هذه المباريات. أنا أتوقع برضو بصعوبة فوز الشباب رغم أهمية المباراة للشعلة لأنه بدأ الآن يحس بطعم الانتصارات. فاصل قصير بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. الأندية السعودية لا تنجح غالبا في الرباعي الأجنبي، فما بالنا بالستة؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، الأستاذ مساعد العصيمي والأستاذ عادل عصام الدين هم ضيفا حلقة الليلة. في خبر عاجل وردنا أنه اللجنة المسؤولة عن أو لجنة تقصي الحقائق في نادي الاتحاد راح توجه خطابات لرئيسي النادي الاتحاد أو الرئيسين اللي كنا نتكلم عنهم، راح تأخذ إفادتهم وتطالبهم بتسديد المبالغ أو دفع المبالغ اللي كانت في فترة إدارتهم للرئاسة العامة، في حالة عدم السداد أو دفع المبالغ سيحولون للجهات المختصة لتنفيذ القرار أو حتى مساءلتهم بشكل خلينا نقول رسمي. هذا آخر خبر وصلنا على لجنة تقصي الحقائق، نشوف تقرير يتحدث عن الفيصلي والتعاون. عام
عنا بسدير وجها لوجه أمام سكر القصيم ضمن الجولة 15 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلمان بن عبد العزيز بالمجمع. مستضيف يحتل المرتبة 12 وضيوف يحتلون المركز الرابع، فارق كبير بين المستويات والرصيد النقطي. الفيصلي 13 نقطة فقط مقابل 22 نقطة للتعاون، ولقاء الدور الأول انتهى بتعادل إيجابي بهدف لمثله. فهل يبتعد أبناء حرمة عن مراكز المؤخرة أم يواصل التعاون انطلاقته نحو المراكز الثلاث الأولى؟ أبو أحمد، الفيصلي والتعاون. والله يا أخي يشدك الآن التعاون بشكل كبير الآن، مستواه وعطاءاته، رغم أنه تعرض في بداية الدوري لبعض الأخطاء وبعض الأشياء اللي، لكن إصرار هذا الفريق وقدرته وقوته أنا أعتقد أنه يقدم نفسه بشكل ممتاز، حتى يعني حتى يعجبك في هذا النادي، يعني عملية إدارة النادي بشكل عام، حتى اختيار لاعبي الأجانب كانت على مواصفات معينة احتاجها النادي والمراكز اللي احتاجها، الأمر اللي أفضى إلى أنه أصبح منظومة واحدة. فريق التعاون يقدم نفسه بشكل ممتاز حتى في منافساته مع الفرق اللي نسميها الفرق اللي متصدرة الآن، منافس حتى آخر لحظة، يعني شفنا مباراة الأخيرة مع النصر حتى وكان ينقص ثلاث لاعبين يعني مهمين أمام النصر، لأنه قدم نفسه بشكل وخسر بنتيجة مشرفة 2-1. التعاون فريق يعني ممتاز ويعني متفوق السنة دي، وأنا أتوقع أنه يبي يكون له حضور في يعني حضور آسيوي إن شاء الله في الموسم المقبل. بالنسبة للفيصلي، أنا أشوف عملية التذبذب اللي يعيش هذه أضرت بالفريق، عدم الثبات على العناصر، عدم الثبات على حتى الأجهزة الفنية وغير ذلك، يعني أدى إلى أنه الفريق أصبح الآن يقدم نفسه بشكل متردد، حتى نقاطه الآن أصبحت تهدد وضعه بالنسبة للمراكز الأخيرة. أبو لما، والله شوف، هو مارك فيليبس البلجيكي ما نجح أبدا مع الفيصلي، الآن تعرف جابوا غيروا بجيوفاني الإيطالي، تدريبي إيطالي، فأنا أقول إن شاء الله يتحسن وضع الفيصلي، عنده عناصر جيدة، تعرف من لعيبة الأندية اللي كان عندهم الحقيقة الطموح ونجحوا مع الفيصلي، كل أسماء معروفة في كل الخطوط، لكن الفيصلي بالتأكيد أنا قلت ما نجح مع المدرب البلجيكي. أنا أتصور أنه هو الآن، لا تنسى الآن فعلا بدأ الخوف والرعب، الآن كل فريق طالع تحت يشوف الأرقام، يشوف النقاط، يعني ما في إلا نهضة بستة نقاط، لكن بقية الفرق الآن كلها متقاربة، فالآن كل مباراة بيتأثر. أما بالنسبة للتعاون، والله أنا عاجبني بالفعل زي ما تفضل أبو أحمد، اللي عجبني أكثر أنه اللعيبة الأجانب زي ما قال ممتازين، لكن الامتياز هذا جاء من خلال ملء العمود الفقري. أنا دائما أقول يا أخي، أنت إذا تبي تجيب لاعب أجنبي ركز على العمود الفقري، لأنه النظرية تقول إذا أنت كان عندك عمود فقري قوي جدا أنسى الباقين، أنسى الظهير وأنسى الجناح وأنسى، اعتمد على هذا. الحقيقة التعاون مرة طيب. ممتاز، وأنا الحقيقة تعاوني، أنا أحب التعاون، وإن شاء الله تعالى يعني نشوفه كده متقدم ويحقق نتائج جيدة بإذن الله. طيب، في خبر أيضا عاجل وردنا، عادل هرماش مغادر للهلال الآن، وأنه في حالة يعني نقول مغلق جواله السعودي، وبس يتواصل ب خلينا نقول هاتفه الدولي الغير سعودي، وسيغادر الهلال. بديله من المحتمل يكون مدافع أجنبي بجانب كواك، بس أنه هرماش بلغ بأنه سيغادر نادي الهلال. إذن الهلال استبدل المدافع الكوري بمدافع كوري، وقد يستبدل هرماش بمدافع أجنبي. نشوف تقرير يتحدث عن النهضة والفتح. في لقاء بنكهة شرقاوية، يستضيف أبناء الدمام أشقاءهم القادمين من الأحساء، نهضة تنتظر معجزة للنهوض من قاع الترتيب وتحقيق انتصار أول في الدوري.
وحامل لقب لا زال يبحث عن ذاته في ظل المستويات المتذبذبة التي تقدمها كتيبة الجبال. 6 نقاط فقط في رصيد المستضيف من 6 تعادلات، و14 نقطة ومركز 10 لأبناء النموذجي. فهل يكرر الفتح نتيجة الذهاب حين فاز برباعية، أم يحقق النهضة أول انتصاراته هذا الموسم؟ أبو أحمد، النهضة والفتح؟ والله الفتح غريب جدا، يعني شوف يقدم مستوى ممتاز في كأس العهد أمام الاتفاق ويفوز بنتيجة الحقيقة، ومستوى يقدم ذات الشيء أمام الأهلي، يعني وتجده في مباريات الدوري أقل ما يقال عنه أنه فريق يبحث عن نفسه أكثر، كأنه من الفرق الصاعدة حديثا. يعني هل يعني الجهد خلاص استنزف الموسم الماضي؟ أنا أعتقد أنه نفس الأسماء موجودة، نفس المدرب، نفس العطاءات، لكن المشكلة تكمن في الفتح أنه ما هيأ لموسم جديد من خلال تجديد في العناصر، إعطاء يعني حيوية أكثر. هو ظل على اللي كان عليه، أعتقد أنه نفس الأسماء أنها ستحمل نفس اللواء السابق وأنها تبي تقوده. أنت إذا لم تجدد حتى الأندية الكبيرة، حتى نشوف احنا ريال مدريد وهو يحقق، أو برشلونة وحتى الأندية، لأنه يضخ في الفريق أشياء تساعده، لكن الفتح لم يعمل على شيء، بل تنازل عن أسماء معينة شفناها برزت مع أندية أخرى، تنازل حتى عن يعني أبرز لاعبي تنازل عنهم بشكل مفاجئ. أنا اللي أتمنى أنه نشوف الفتح أنه يستعيد نفسه من خلال عملية التجديد وعملية إعادة الحيوية للفريق. بالنسبة للنهضة، ما زال يعني الفريق الأقل في الدوري، ما زالت عطاءاته يعني لا تنبئ انه الفريق انه عنده الاستعداد على انه يكون له مقعد في الموسم. ابو لما، النهضة والفتح؟ شوف نعم، انا شفت الفتح في بعض المباريات السنة دي، صراحة المباريات اللي قدمها اجمل من كثير من المباريات قدمها الموسم الماضي. الفتح يعني شوف الدافع موجود عند كثير من اللاعبين، لأنه طبعا كل لاعب يسعى للانتقال، يسعى لأنه يحصل على مبلغ جيد، لكن المشكلة في الحافز. يعني الحافز بعد الفوز ببطولة الدوري العام الماضي انخفض كثير جدا، وبالتالي قل العطاء. صدق أنا بقول حاجة، أنا لو كنت رئيس لنادي الفتح في بداية الموسم أنا ما كنت أجدد مع الجبال، مع احترامي وتقديري، نجح بامتياز. لكن شوف أنت، غوارديولا كان يدرب برشلونة وحقق ما لم يحققه أي مدرب في تاريخ الكرة، ومع ذلك راح بايرن ميونخ. ليه؟ أحياناً اللاعبين زي المدرس يعني يزهق ويطفش من نفس المحاضرات. يعني أنا كنت أتوقع الفتح بنفس اللاعبين ما يسوي شيء، كان يحتاج إلى تجديد زي ما تفضل أبو أحمد، بالفعل كان الفريق يحتاج إلى تجديد. حتى التجديد لو ما هو عناصري كان المفروض تجديد وبث روح جديدة في الفريق، وهذا ما لم يتم. لكن الفتح والله فريق جيد جدا، يعني في بعض المباريات أنت تشوفه وتطرب لهذا الفريق، لأنه في من ناحية الأفراد عناصر جدا جيدة. النهضة مع الأسف الشديد، أنا أتذكر أيام العلبة وعيسى حمدان وبشير وأسماء مرة كبيرة ضخمة جدا، يعني في لما كان فريق نهضة الشعب ضد الاتفاق، الآن صار فريق الحقيقة يعني يعني الواحد يقول يعني كيف صعد للممتاز وهو بهذا المستوى. الفريق غير مؤهل بهذا المستوى للاستمرار مع الكبار، لكن نتمنى انه يتدارك الوضع في الدور الثاني. طيب، انا شخصيا اتوقع فوز الفتح. طيب، نؤكد على الخبرين اللي جونا قبل شوي. الخبر الاول حول لجنة تقصي الحقائق، انها راح تطالب رئيسين النادي الاتحاد السابقين، 2 من 5 اللي تم دراسة تجربة رئاستهم في نادي الاتحاد، راح يطالبون بإعادة المبالغ. في حالة عدم تسديد المبالغ سيتم تحويلهم للجهات المختصة. الخبر الثاني حول عادل هرماش ومغادرته لنادي الهلال، البديل قد يكون مدافع أجنبي بجانب الكوري القادم من نادي الشباب. نشوف تقرير يتحدث أكيد عن موضوع تحب أنت أبو أحمد وأبو لما، اللي هو موضوع المحترفين الأجانب. نتابع. مر عام كامل على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بالسماح للأندية السعودية لتسجيل 6 لاعبين أجانب
يستفاد من 4 منهم للعب في الدوري واثنين للتسويق والاستثمار. وقد برر الاتحاد السعودي حينها أن هذا القرار سيخلص الأندية من دفع الشرط الجزائي في حالة إلغاء عقود لاعبيها، وذلك بإعارتهم لأندية أخرى حتى نهاية فترة عقودهم. ولكن المشاهد خلال هذه الفترة الطويلة هو عدم تطبيق هذا القرار إلا في حالات نادرة لا تدوم. فما السبب الذي يمنع أنديتنا من تطبيق هذه الفكرة؟ أم أنها لا تجدي كثيراً خصوصاً في ظل انشغال الأندية وتقصيرها مع 4 لاعبين؟ فكيف إذا كانوا أكثر من ذلك؟ أبو أحمد، الأسهاب حبلها تثور، يعني 4 إلى 6 بعد بنزيد. إحنا قادرين الآن نسيطر على الوضع الحالي الآن. يعني بالنسبة لـ4 لاعبين وعملية التغيير فيهم مستمرة، أنت بتجيب 6 لاعبين أنت بتصرف عليهم. أنا أعتقد إنه المسألة فيها مبالغة من الاتحاد السعودي لكرة القدم. يجب أن يكون يعني تحدد أولوياتك في ظل، والأولوياتك دائما أنت من خلال واقع الأندية اللي تعيشه. واقع الأندية السعودية أنها فيها بذخ مبالغ فيه، فيها التقييم للاعب الأجنبي غير موجود، التسرع حاضر. إذا هذه المسألة والأركان الثلاثة يجب أن تكون الأساس اللي تبني عليه دائما تطلعاتك وتبني عليه استراتيجياتك المقبلة. أي نعم، قد يكون هذا الرأي اللي رابطة محترفين من خلال الأندية أنها هي اللي تطلب وتسوي، لكن يجب أن يكون هناك قرار ورأي أنه مثل هذه المسائل فيها يعني إهدار مادي كبير يجب أنه نضع حد له. أبو لما، يا أخي هذا اتحاد الكرة يضحك. هو يعني 4 ويلا الخراج. بعدين هم اليوم مجتمعين ورافعين يعني دراسة على أساس تحديد سقف للاعبين السعوديين، لأنه المشكلة بعض من يدعمون الأندية باستقطاب بدفع مبالغ انتقالات اللاعبين، هؤلاء أحيانا لا يدفعون كامل المبلغ، وبالتالي يحملون الأندية مسؤولية الدفع، وبالتالي الديون تتراكم على الأندية. هذا الواقع اللي حاصل. ليش لما تحصل أنت لاعب راتبه 500,000 و600,000؟ السبب أنه تراكم، يعني النادي مضطر أنه يدفع. وهذا طبعا يعني أنا أخف معها إن شاء الله الدراسة يعني تنتهي إلى جانب الأندية، دعم الأندية ضروري. أما 6 لعيبة أنا أقول لك شيء، يعني إحنا يدوب 4 لعيبة زي ما تفضل أبو أحمد. وأنا بل بالعكس أطالب زي ما حدث في قطر 2 لاعبين فقط في الدوري. إذا أنت أردت أن تشارك طبعا آسيوين، الفريق الآسيوي اللي بيشارك آسيوين يأخذ له 4 لعيبة وهذا الأفضل. أما الدوري 2 لاعبين. يا أخي أنت الآن خلينا نشوف الدوري، الآن الدوري حقنا لو أسألك عن لعيبة أجانب ترى يعني تقعد تفكر. ليه؟ لأنه ما في لعيبة أجانب، يعني زي ما كنا نقول ريفالينو وأحمد بهجة مثلا، أسماء كانت تفرض يعني خلاص عارفين أنه هذا لاعب أجنبي يشيل الفريق. ريفالينو جاب بطولة الهلال، أحمد بهجة جاب 3 للاتحاد. فين هذول اللعيبة الأجانب؟ لا يوجد. المشكلة في عدد اللاعبين الأجانب هي التكلفة المالية ولا سوء الاختيار أكثر؟ والله والاثنين مع بعض كليهما، إضافة إلى أنه المعني بالاختيار أنه إحنا دائما أوكلنا أمورنا للسماسة لدرجة أنه أصبحنا محط تجارب. يعني غير ذلك أنه عملية إيش التسرع، عملية التسرع في التقييم. يعني شوف ريتشي الآن مع التعاون، لاعب يقدم نفسه بشكل كبير ممتاز بشكل عظيم بعد ممتاز. نعم يعني لاعب ممتاز، وين التقييم؟ شوف أسماء كثيرة، شوف لاعب الفتح البرازيلي يقدم نفسه بشكل. قد تكون أنت مشكلتنا، وين نرجع حنا للمشكلة الأهلي مع المدرب، نقول إن أنت لا تنتظر النتائج من شخص يعني حاضر له الآن 14 و15. أنت تعاقدت مع 3 سنوات، حاسبه بعد 3 سنوات، لا تستعجل. حتى اللاعب الأجنبي يحتاج أحيانا إذا كانت مقاييسك اللي اخترتها على الأساس موجودة فيه ولم يقدم عندك، أنت عطى الفرصة كاملة، لا تستعجل. يعني أنا أتذكر أنه مثلا في نادي الهلال كان الهلال أحضر كماتشو وأحضر تفاريس، وكانت الجماهير تطالب بقوة وحتى إدارة النادي أنه إلغاء عقوده مع بكيتا، أنه هذولا خلاص أنه خارج النطاق البارد. صبر عليهم الهلال، بعد موسم أصبحوا من أهم اللاعبين الأجانب ليس في المملكة بل في الخليج. صحيح. هنروح الفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.
في فقرة بين قوسين، صالح الطريقي يربط بين الأندية والمال العام، ومن المسؤول عن إهداره؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. الأستاذ مساعد العصيمي والأستاذ عادل عصام الدين هما ضيفا حلقة الليلة. نشوف بين قوسين. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب صالح الطريقي من صحيفة عكاظ، والتي جاءت تحت عنوان الأندية وإهدار المال العام، حيث بدأ الكاتب مقالته بقوله: فكرة أن تبدأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فتح ملف إهدار الأموال بالأندية الرياضية هي أقرب للنكتة منها لأي شيء آخر، لهذا هي مسلية وملهية ومهدرة للوقت. فحسب آخر وثيقة لدي مختومة من وزارة المالية بالموافقة على التوزيع الذي قامت به رعاية الشباب لميزانيتها، يقول بند الإعانات: إعانة الأندية لا تزيد عن 57.5 مليون ريال ل 153 نادياً، بمعنى أن حصة كل ناد هي 373 ألفاً ليطور الرياضة. وحسب عدد الاتحادات فلدى كل ناد 24 لعبة تقريباً، إن قسم النادي على الألعاب هذا المبلغ سيصبح نصيب كل لعبة 15500 ريال سنوياً، وهذا مبلغ لا يستطيع إحضار 3 مدربين للدرجات الثلاث، فكيف ستهدر الأندية المال العام الذي لا يغطي عقود مدربين؟ ويواصل الكاتب حديثه فيقول: الحق يقال، إن ما يحدث بالأندية لا دخل له بالمال العام، بقدر ما هو واقع تسبب في جعل غالبية الأندية تلغي ألعابها، لأن الميزانية المقدمة لا تغطي تطوير لعبة واحدة، وقلة من الأندية الأكثر شعبية تركت ساحة لرجال الأعمال الباحثين عن الشهرة المؤدية لخلق علاقات تستفيد منها شركاته في العقود، فيدفع جزءا من العقود التي وقعها وهو رئيس ناد بالملايين، ثم يترك النادي قبل أن تحل الدفعات التالية، وهكذا تفعل الإدارة التالية فتتراكم الديون دون أن يكون هناك إهدار مال عام 373 ألف ريال سنويا. ويضيف الكاتب فيقول: الأهم أن هذا القطاع الكبير لم يخلق فرص عمل حقيقية لأبناء الوطن، إذ أن من يعمل في الأندية لا يضم للخدمة المدنية والتقاعد ولا لوزارة العمل والتأمينات، لهذا لن يأتي للعمل إلا من له عمل آخر أو من لا يملك القدرة على التطوير. ويختتم الكاتب مقالته فيقول: خلاصة القول، متى سننطلق للحل الذي بات يعرفه الجميع بمن فيهم المستفيدون من هذا الواقع، فتتحول أندية الممتاز والدرجة الأولى لقطاع خاص يدر الأرباح ويخلق آلاف فرص حقيقية بدلا عن هذه الصدمة الجديدة. طيب شكرا تركي، شكرا للزملاء. ختام الحلقة أستاذ عادل، إذا تحب تقول شيء في النهاية. شكرا لك، شكرا لك أبو أحمد. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا للعلماء والمشاهدين الكرام. بس نذكر بالأخبار اللي وردتنا حول شايع شراحيلي، كان في سؤال قلنا أنه شايع شراحيلي بدأ في الدوران حول المضمار، نسبة مشاركته في المباراة القادمة تقريبا 90%، الراقي لم يوقع حتى الآن على العرض النصراوي، الأهلي يدرس المدرب فيتور بييرا لقطات أو مباريات للاعب أجنبي قادم صانع ألعاب، معاذ موضوعه أغلق من أحد إدارة نادي الشباب بنسبة 95%، قد يفتح الموضوع، قد بين قوسين قد يفتح في قادم الأيام وينتقل معاذ للشباب. هرماش يغادر الهلال وبديله قد يكون مدافع برازيلي بجانب كواك. لجنة تقصي الحقائق تطلب من رئيسي الناديين اللي أشرنا لهم بحلقة الأمس بتسليم المبالغ، في حالة عدم تسليم المبالغ سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة. موعدنا غدا 11:30، في أمان الله.